أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، وهذا سائل يسأل فيقول: والدي يخرج زكاة الفطر من النقود، وأنا أنصحه، ولكنه يقول: النقود يستفيد به الفقير أكثر، فهل يجب علي أن أخرج الزكاة عن نفسي أم لا؟ الواجب على المسلم أنه يخرج ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج شيئا يخالف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أمر بإخراج الطعام وقدره بالصاع، صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، ولم يقل أو كذا وكذا من الدراهم، 10 دراهم أو 5 دراهم، ما قال الرسول هذا. فإذا كان الواحد يبي يتبع هواه فله ما أراد لنفسه، وإن كان يريد يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فلينفذ ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان والدك مصر على إخراج القيمة فلا تطعه، أخرج عن نفسك من الطعام الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.